اللغه ديال الشات لغه عاديه، كنهضروا عاديين وكنكتبوا ميساج ها ماشي عادي. تصوري معايا لالا زهور انت غادي ترسلي شي ميساج للاستعلال. علاش غادي انا هو قدامي غادي نرسل له ميساج؟ راه قلت لك غير تصوري، تصوري هو ما كاينش دابا وبغيتي ترسلي ليه شي ميساج، اشنو ممكن تقولي ليه؟ اش غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه الله ياخذ فيه الحق وصافي. صيفطي ليه باش غتجاوبها. انا بصراحه عندي ما نقول. تفضل. انا نقول لها بان الحقيقه انا غلطت وخلصت، خلصت بالثاني ومتني، ودابا رانا كنقول بانني رانا وليت مظلوم. مظلوم كتقتل الميت وتمشي في جنازته. عافاكم عافاكم شويه ديال الهدوء الله يرضي عليكم. انت زعما مول العقل ويلي. وكيفاش دابا انا بنت لك حمقى كنضرب بالحجر ولا شنو؟ اسمحي لي لالا زهور ماشي هذا هو القصد. عافاكم خليوا هاد الخلافات جانبا ونطوروا النقاش واعطوني عقلكم. ايوا نبقاو حنا بلاش. دابا مسعود الله يرضي عليك تعطاتك فرصه باش تتعلم علينا. يلا سيدي لقي علينا الدرس هذا نسمعوك. يلا الاستاذ واخ يلا انتبهوا معايا الله يرضي عليكم. غنكتب واحد الميساج ياك بلغة عادية ولكن المقصود شكل ثاني. الله يرضي عليكم. سلام. سلام اش خبارك من البارح؟ لا لا كيفاش؟ حبيبه ماني ما عرفتش كيفاش نقولها لك. صباح. ما تعصبيش. نو شنو ريسبير. التليفون ديالك دابا فاش كشتو دابا عارفاني انا مرعود شويه ولكن رد معاه البال. كنت كومبوزي النمره زلق دار بق طاح في الماء. تليفوني طاح في الماء وي بس سي با غراف مالك درتيها بالعاني خليه يطيح حتى انت. لا 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 ها دابا عاد عرفت راسي باللي انا طبيب واعر حيت ما كنتيش هكا قبل الزواج كاين ولا لا؟ شي كونتونت حسيتي بيا تبدلت. دابا عاد عجبني الحال سي غراس مو خاصك تعترفي بها. كنتي انت الا مشى لك غير اون باك بغاسلي كتنوضي لنا الحيحه سيمانه كتحضر فيها ماما ويحضروا فيها الجيران. مين نو فريد ماشي انت اللي بدلتيني. لا 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 انت ما كتبغيش تعترفي براجلك وهذا هو المشكل ديالك. لا ماشي انت اللي بدلتيني بدلني كريم. شكون اللي بدلك اختي؟ دابا غير فسر ليا واش دابا انا نبدا نكتب بالفرنسيه وتقرا بالدارجه؟ اش دخل ود هذا شاد الحماق هذا. انا غادي نهضر معاه عادي وصافي. ما يمكنش. لا كنظن عندها الحق بما اننا كنهضروا بالعربيه ولغتنا معروفه نهضروا مع بنفس اللغه علاش نبداو حنا كنتخبوا مور الفرنسويه؟ عنده الحق. ما تبقاش كثر في هذه الهضره فاش تكون في لغه الشاط ما ينفعش تخرج في الهضره هذه اولا. ثاني حاجه الا ما هضرناش معاه بلغه الشباب غيعاقبينا. عنده الحق. عنده الحق علال. اه مزيان ملي اعترفتي بلي عندي الحق دونك انتي غتعلمي وغتمشي بعيد في هادشي. بشرط. ما هو؟ علال هو اللي يتعلم وانا نملي عليه هو يكتب. برافو هذه خطه واعره. لا 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 الله يخليك بالنسبه لهذاك الشيء ديال الفيسبوك ما عنديش معاه. انا جنوني هو شيء ما كيحملوش بصراحه ما نكذبش عليك.